السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ودائما مع عشاق القصص الواقعية الغيرة القاتلة تقدر الغيرة باش توصل الإنسان يرتكب جريمة قتل وهذا اللي غنشوفه في قصتنا اليوم ولا كنت من عشاق القصص الواقعية وقصص بخويا ما تنساش تدعمنا بواحد الاشتراك خلي لنا شي لايك ولا ديسلايك اللي ما عجبتك في القصة وكذلك شي تعليق حول الموضوع ولا شي نقد منا نصلي على النبي ونبدأ قصتنا شيري راسميسون هاد الفتاة من بعد قصة حب مع واحد الشاب للاسم ديالو جون قدروا باش يتزوجوا ويسكنوا في شقة في لوس أنجلوس وفي يوم 24 فبراير من سنة 1986 في الصباح مشى جون للعمل ديالو ولكن شيري بما أنها ممرضة يعني كانت تشتغل في واحد المستشفى وحست ذاك النهار بأنها يعني مريضة المهم اعتذرت على باش تمشي للعمل وبقات في البيت وفي وسط النهار كيهاتفها الزوج ديالها ولكن ما كتزاوبش المهم كمل العمل ديالو في العشية ورجع للدار ملي رجع تيلقى يعني الدار حالتها لا حال الأتات كله مرون وتيلقى الزوجة ديالو شيري جثة هامدة مطلوق عليها ثلاثة ديال الرصاصات المهم استدعى الشرطة جات الشرطة يعني المكان يعني المسرح الجريمة المهم بداو تيشوفوا هما يكتشفوا بأن القاتل اللي قتلها يعني استخدم الوسادة باش يكتم الصوت ديال الرصاص وكذلك لقاو عضة على يديها يعني هذا اللي قتلها ولا اللي كان تيدابز معاها كان يعني مجنون عليها هذا هو اللي خلى باش تكون تلعضة في يديها وكذلك لقاو شي حوايج مسروقين السيارة ديال شيري تاهي والغريب في الامر هو لقاو عقد زواج شيري وجون يعني حتى هو مسروق وبداو التحقيق ديالهم وحققوا مع الزوج ديالها اللي ما تبتوش عليه شي دليل لان بشهادة المدير العمل وكذلك الزملاء ديالو في العمل تبتوا بانه كان وقت الجريمة في العمل ديالو المهم بعد التحقيق ما خرجوا بوالو ويعني قفلوا القضية على أنها كانت سارقة وتحولت لجريمة قتل ولكن الوالدين ديال شيري ما سكتوش ومشاو داروا بلغ للشرطة بأن واحد الفتاة المسمى ستيفاني لازوس يعني كيقولوا كانت أسابيع قبل من يوم الجريمة بأن هذا المرأة مشات عند بنتهم للمستشفى وهددتها قدام زملائها بأنها حتى واحد ما غياخد جون واللي خدت جون غيرها غادي يموت مشاو كيقلبوا الشرطة شكون هي هاد ستيفاني لازوس وهما يلقاوها بأنها حتى هي بوليسية معهم المهم السيرة ديال هاد البوليسية بأنها محبوبة عند الجميع ومتفانية في العمل ديالها فلهذا استبعدوا فكرة بأنها هي تكون القاتلة وتقفلت القضية كيف قلت على أنها كانت سارقة وتحولت الجريمة وهنا مرة أخرى الوالدين ديال شيري يعني ما كيستسلموش وما بغاوش القضية تقفل على هكا وطالبوا يعني حتى الشرطة بتحليل الحمض النووي ولا تحليل الديني اللي كان وقتها مسموح ولكن الشرطة ما بغاتش وحتى واحد يعني من المحققين قال لهم بارك عليكم من مشاهدة الأفلام وفوقتها كانت الشرطية ستيفاني يعني طالعة في سلم الترقيات إلى حتى وصلت المحققة ما بقاش الشرطية وصلت المحققة ودازت 18 سنة وبالضبط سنة 2004 وقررت واحد المحققة اللي هي جينيفر باتروس باش تفتح القضية من جديد وقدرات يعني باش تبعت كيف قلنا العضة اللي لقاو عند البنت يعني اللعاب اللي فيها قدرات باش يحلو الحمض النووي ديالو وكتطلع النتيجة بأن هذا الحمض ديال شي مرة ولكن ما معروفاش يعني ما عندهمش في السيستام لأنه لما نزلتش دينا ديالك وخا تلقاوها من قبل ما تنزلها ما كتطابقش مع شي حاجة لأن ما عندهمش في البنك مثلا في البنك ديال الديني عندهم شي حاجه منك اللي غتطابق مع الديني اللي كتطلع ولكن في حاله ما كانش عندهم في البنك الديني ديالك واخا تلقاوها ما تيعرفوش كتطلع مجهوله وهنا بدات تكتشف بان الوالدين ديال شيري كيتهموا الشرطيه ستيفاني لازوس وبما انها بدات التحقيق في هذا الشيء
إلا وهي كتعرض للمضايقات وفي الحال نقلوها لمدينة واحدة أخرى وتقفلات القضية على هذا الشيء تنسات وداز 5 سنوات وبالضبط سنة 2009 قرروا واحد جوج محققين اللي هما جيم ناتال وبيت برابدا باش يفتحوا ملف القضية من جديد ولقوا بأن المسروقات اللي تسرقت يعني يوم الجريمة بأن هذه كانت غير خدعة مع عند المجرم ولا مع عند القاتل باش يضلل التحقيق ولا مثلا يلصقها بأن هذه الجريمة كانت جريمة سرقة فلهذا اكتشفوا يعني ذاك المسروقات كيف كنقولوا قاعد الجواج السيارة يعني كانت غير تضليل مع عند القاتل وكذلك نتيجة الحمض النووي بأن مرأة هي اللي طلعت في النتيجة هذاك لاديني طلعت ديال المرأة وكذلك كيشوفوا بأن ستيفاني لازوس هي المتهمة يعني لاديين مرأة والمتهمة حتى هي مرأة وهنا بدأوا تشوفوا يعني اش من علاقة ما بين الشرطية ستيفاني والممرضة شيري بدأوا تقلبوا تلقوا بأن هناك كانت علاقة ما بين الشرطية ستيفاني وجو يعني الزوج ديال شيري ولكن كانت يعني علاقة دائما فيها الدباز والغوات ما كانتش علاقة مستقرة وهنا المحققين كيمشيوا للمستشفى يعني الملفات شيري وتلقاو بالفعل بأن واحد النهار جات عندها ستيفاني وهددتها قدام الزميلات ديالها وهذا هو اللي قلت البلاغ اللي داروا الوالدين ديال شيري يعني فايتة ستيفاني مشات عند شيري للمستشفى وهددتها على حساب جو وكذلك لقاو بأن ستيفاني مبلغة على ضياع المسدس ديالها أسبوع قبل من الجريمة والغريب في الأمر يعني ما بلغتش عليه في المركز اللي خدامة فيه هي ولكن مركز آخر واش كانت خايفة من زملائها ما يعرفوهاش ولا هذا المهم هادشي اللي حصل وبقات ستيفاني تحت المراقبة إلى حتى واحد النهار يعني كيشوفوها كتلوح واحد الكانيت ديال المناضة علبة المناضة يعني لحتها حشاكم في الزبل المهم هزوها وبعتوها لتحليل الحمض النووي وكيلقاوها المفاجأة مطابقة مع نتيجة الحمض النووي اللي رجعت في الأول المهم هنا يعني خاصهم يعتقلوا المحققة ستيفاني ولكن عندهم مشكلة بما أنها تهي بوليسية يعني دائما حملة للسلاح شكوا يعني فوق إلقاء القبض عليها تقدر تدير شي مقاومة ولا يعني شي حاجة اللي لا يحمد عقباها فلهذا قرروا باش يديروا لها واحد الحيلة بما أنها هي كانت خدامة يعني في مكتب تحقيقات يعني المسروقات الأثرية والتحف كذلك فهنا بغاو يديروا لها واحد الخطة باش يستدرجوها المركز الشرطة يعني وتكون في مكتب التحقيق بلا سلاح اش قالوا لها قالوا لها يعني عندنا واحد اللوحة ضايعة مسروقة وخاصة تساعدينا في هذا يعني بغينا نديروا لها اعلان وخاصك تساعدينا في التصوير ديالها داك الشيء اللي دار جات ستيفاني وسلمت السلاح ديالها وسالوا معها هما يدخلوها لغرفة التحقيق وبداوا التحقيق معها If you know my partner, hey, oh, great. Hi, Stairs, nice to meet you. See you guys. How's it going? Good. Moving around. Well, have a seat. What this is I didn't want to bring this up in your squadron. Oh, no, it's fine. I think we're good. وفي سنة 2012 لقاوها يعني مدنين بجريمة قتل من الدرجة الأولى وعطاوها 27 سنة حبس. وكيف كنا نروح عزيزة عند الله يعني العضة اللي عضتها هي اللي كشفتها وشوفوا يعني تقريبا داز 21 ولا 23 سنة عاد تكتشف أمرها فلهذا نروح عزيزة عند الله نطلب الله تكون خفيف على قلبكم ونستفدوا من هذه القصة وحتى القصة الجاية استودعكم الله والسلام عليكم